حضراتكم ماذا يحدث؟ ان احنا صدقوني لما بنتكلم في حاجه ما عندناش غرض غير حاجه واحده بس، هو اصلاح حال التحكيم. الاقي افاجئ بتبرير غريب غريب من رئيس لجنه الحكام، على الرغم من ان 99% و9 من 10، انا ليه بقول 99.9 من 10؟ اقسم بالله ان الناس اللي انا كلمتهم كلهم وشافوا الحاله قالوا لي ركلة الجزاء، واللي ما شافش الحاله قلت له، سالته سؤال مباشر، هل هناك فارق ما بين شد خفيف وشد مش خفيف؟ قالوا لي ما فيش حاجه اسمها كده خالص، ما فيش حاجه اسمها شد خفيف وشد مش خفيف، في الاخر هو شد، وفي الاخر يجب ان يعاقب لاعب الفريق اللي شد اللاعب او اللي شد المنافس بتاعه، مش العكس، مش زي ما بريرا قال مع زميلنا محمد جمال. وبالتالي انا هنا عندي مشكله اكبر، انا كل يوم بخش في مشكله اكبر اذا كان رئيس لجنه الحكام بيتكلم بهذا الامر وبيقول هذا الكلام الغير صحيح، الغير صحيح قانونا، الغير صحيح قانونا. ولو سمحت هات لي الكابتن ناصر عباس بعد اذنك يا محمود، بعد اذنك برضو نفهم، يمكن احنا انا ماليش في القانون يا جماعه، احنا لا نفهم في قانون كره القدم، هو الكابتن بريرا هو اللي بيفهم في قانون كره القدم. هتبدا كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي يقول لنا هل في حاجه اسمها شد خفيف وحاجه اسمها شد مش خفيف، ويجيب لنا ما نص القانون اللي بيقول هذا الكلام بعد اذنكم. تمام يا شباب ولا ايه؟ طيب لغايه لما تجيبوا لنا الكابتن ناصر عباس. يا جماعه هو في كده في الدنيا؟ واحنا هنفضل كده لغايه امتى؟ كل ما نبتدي نقول الله على الحكام والله على لجنه الحكام والله على التحكيم وايه جمال التحكيم واللي بيحصل في جمال التحكيم، نلاقي مثل هذه الحالات الصعبه جدا. على فكره هذا البرنامج اشاد اشاده كبيره جدا جدا بالحكام وبلجنه الحكام وبريرا نفسه، كابتن البنا نفسه. انا شخصيا من محبي كابتن البنا، ولكن امبارح هو اخطا خطا كبير من وجهه نظرنا، لا مش من وجهه نظري، هو من وجهه نظر 99.9 من 10 في المية من الناس. يا كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير عليك كابتن اسلام وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مساء النور يا كابتن. سؤال لو سمحت واضح وصريح، يمكن اكون انا غلطان ما اعرفش، وانا عارف ان حضرتك بتقول الصح، هل هناك فارق ما بين شد خفيف وشد غير خفيف في قانون التحكيم في كره القدم في مصر، او مش في مصر، في العالم؟ كابتن اسلام القانون لم يعني يصدر القانون ان في شد خفيف وشد تقيل، القانون واضح جدا، قانون كرة القدم المادة 12 اللي هو المسك، ما قالش المسك خفيف او الشد خفيف او الشد تقيل. هو في مسك، وبالتالي عندما يكون هناك مسك يبقى في عقوبة ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء او ركلة جزاء داخل منطقة الجزاء. هات لي الصورة سمير لو سمحت واحنا بنتكلم، اتفضل يا كابتن ناصر. طيب كابتن، هو مين قال ان شد خفيف وشد تقيل يا كابتن اسلام؟ كابتن بريرا رئيس لجنه الحكام قال ان هناك شد خفيف مثل على اثره لاعب نادي سموحه من لاعب نادي الزمالك، وبالتالي يستحق اللي عمله فيه كابتن البنا. طيب تديني فرصه اتكلم يا كابتن اسلام الاول؟ اتفضل. كل الاحترام طبعا لدكتور بريرا رئيس لجنه الحكام على اللي هو قاله، بس هو قال حاجه مهمه قوي يا كابتن اسلام. هو للاسف هو ادان في كلامه لما قال ان هناك شد، حاط بس عند الكلمه دي، وبعدين قال ان اللاعب مثل، قال ان اللاعب مثل، يعني انت حضرتك اعترفت ان اللاعب اتشد. طيب عندما اللاعب اتشد احنا بنقول اللاعب لما يمثل ده كابتن اسلام ما بيكونش فيه اي احتكاك بينه وبين اللاعب المنافس، يعني هو بيمثل ما فيش اي احتكاك. اذا النهارده لما قال اتشد يبقى احسان حسن النهارده لما اتشد يبقى هو راجل ما بيمثلش، يبقى هنا المفترض النهارده هو قال ان سلوك غير رياضي على حسام حسن، الكلام ده طبعا غير صحيح، لان هنا في مخالفه الشد والشد موجود يا كابتن الاسلام. ده مش كلامي انا، مش كلامي انا، جميع محللي مصر او داخل مصر او خارج مصر الكل اتفق على ان هي ركله جزاء صحيحه، وانذار حسام حسن انذار غير صحيح. تاني بقول ان مصر غير لما قال في شد هو كده اعترف ان هناك في مخالفه. هو اعترف بنفسه ان في مخالفه،
وبعدين ما ينفعش يقول ان في شد وبعدين يقول ان ده سلوك غير رياضي. لا لا، في حاجه هو كاتب يا كابتن ناصر بعد اذنك، هو كاتب هنا ايه اهو التقرير قدامنا من ملعب من القاهره 24، حسام حسن بريرا رئيس لجنه حكام للقاهره 24، حسام حسن مهاجم سموحه حاول استغلال شد بسيط من مدافع الزمالك من اجل خداع الحكم لاحتساب ركله الجزاء. فبقف يا كابتن اسلام بعد اذنك، لان مستر بريرا اولا يعني مع احترامي ليه، لما هنتكلم في شغل المحاضرين لما نيجي نتكلم على التحايل، هو اربع حالات للتحايل يا كابتن اسلام. لو انت هتكلم يا فيتور بريرا بقى بالتحليل، عندي اربع اعتبارات للتحايل. نمره واحد، ان ما يكونش في تلامس خالص للاعب ويمثل، دي نمره واحد. طبعا هذه الحاله لا تنطبق على هذه الحاله. الحاله الثانيه اللي يقصدها مستر بريرا يعني ايه يا كابتن اسلام؟ حضرتك بتحط ايدك على كتف اللاعب المنافس، بتحط ايدك بس، وهنا استغلال ان اللاعب لما بتحط ايدك عليه يعمل تمثيل. الحاله دي لاعب الزمالك ما حطش ايده على لاعب السموحه، لاعب الزمالك شد فعلا، يعني اذا الراجل هنا ما بيمثلش. يا كابتن فيتور بريرا لما تيجي تتكلم في الاعتبارات، اعتبارات التحايل اللي انت قلته لا يتوافق ابدا مع الاعتبارات الموجوده في قانون كره القدم يا كابتن اسلام، لان كل قرار بيتاخده الحكم لابد بياخده عن طريق الاعتبارات اللي احنا بنفهمها لحكامنا. بنتكلم على التحايل، يبقى التحايل ما فيش تلامس خالص بين اللاعب واللاعب الاخر، وبالتالي من حق الحكم هنا يحسب ركله حره ومشى وينزل. لكن هذه الحاله الشد موجود والمخالفه موجوده وركله الجزاء صحيحه، ما فيش حد اختلف عليها يا كابتن اسلام. الحاجه الثانيه اخيرا، اتمنى ان مستر فيتور بيريرا حضرتك بتطلع تحلل الحالات على حسب المزاج، لا حضرتك بقى تطلع بعد كده كل الحالات الجدليه اللي بتحصل اثناء الجوله حضرتك من فضلك اطلع حللها لنا، عشان مش هينفع تحلل حالات معينه وحالات ثانيه لا. ده اللي انا بطلبه من فيتور بيريرا. خلاص طالما انت هتلاقي تحللت هذه الحاله، لا زي ما كان جلاتنبرج بيعمل يا كابتن اسلام، كل جوله كان بيجيب المحادثه الفار وكان بيطلع يقول رايه، هو كرئيس لجنه بيطلع يقول رايه بصراحه قدام الناس كلها. تمام. لما بتور بريرا بطلب منك حضرتك بعد كده من فضلك حلل لنا كل الحالات الجدليه اللي هي بتبقى في الاسبوع. انا بشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اذا لا يوجد في قانون التحكيم في العالم شد بسيط وشد قوي.